أهلا بكم أعزائي المتابعين، معكم الدكتور تامر. النهاردة هنتكلم في الفيديو ده عن إزاي تقرأ الأشعة المقطعية اللي بنعملها على المخ في الطوارئ. هنتكلم بشكل بيزك، يعني مش هندخل في التفاصيل العميقة قوي، إحنا بنتكلم بس على الطوارئ، إزاي بس نشخص النزيف، إزاي نشخص الجلطة، إزاي مثلا لو في كسر في الجمجمة، الحاجات اللي مطلوب مننا نعرفها في الطوارئ، لأن أحيانا ما يكونش معانا دكتور مخ وأعصاب، أو مثلا نعمل الأشعة المقطعية وما يكونش معانا دكتور الأشعة فما فيش تقرير بيطلع، لازم نعرف نتصرف إزاي، خصوصا إن في حاجات لازم نتدخل فيها بسرعة، زي مثلا لو جلطة لازم ياخد علاج في خلال 4 ساعات ونص أو 3 ساعات، زي ما هنبقى نقول بعد كده في درس عن الجلطة. بداية الأشعة المقطعية دي أشعة مهمة جدا، وهي رقم واحد في الطوارئ بالنسبة لتصوير المخ. الـ MRI نتائجه أحسن لكنه مش متوفر في كل الأماكن، وكمان بياخد وقت طويل لحد ما يتعمل، فعشان كده الأشعة المقطعية هي الأسهل وتعتبر هي الأفضل ورقم واحد لحد دلوقتي. بنحتاج نعمل الأشعة المقطعية لو عيان مثلا جاي في حادثة وفي إصابة في الرأس مثلا، أو عيان في غيبوبة، أو عيان جاي بضعف في نص جسمه، أو عيان جاي بصداع شديد، أو عنده تشنجات، أو أي مشكلة تانية أنت خايف فيها على المخ. زي ما قلنا إحنا هنتكلم على الأساسيات بس وعن أهم حالات الطوارئ اللي إحنا بنشوفها في الاستقبال. طبعا أنت لما بتشوف الأشعة المقطعية بتطلع لك بالشكل ده، فممكن تتخض تقول إحنا فين بالظبط، هو مين فوق ومين تحت، وتلاقي الدنيا تايهة معك شوية. هنعتبر إن التفاحة دي هي الجمجمة، فلو جبنا سكينة وخدنا قطاع عرضي بالشكل ده وقطاع تاني تحته وقطاع تحته، فهتطلع لنا بالشكل ده، وهنحطهم جنب بعض فتطلع الصورة بالمنظر ده. هي دي بالظبط نفس فكرة الأشعة المقطعية اللي على المخ، بناخد المقاطع بالشكل ده كده فبتطلع لنا الصورة اللي احنا شفناها في الأول اللي هي دي. فيعتبر الجزء اللي تحت دي أكتر حتة عالية في الجمجمة، وننزل كده ده القطاع اللي تحته، القطاع اللي تحته، القطاع اللي تحت، وهكذا بالتدريج كده لحد ما نوصل الى عظام الوجه من تحت، والمخ ينتهي في هذه النقطة عند السباينال كورد او الحبل الشوكي. كل ما نمشي كده يبقى احنا بنطلع لفوق، كل ما نمشي كده يبقى احنا بننزل لتحت. لو خدنا دي كمثال بيبقى هنا قدام، هنا الخلف، هنا اليمين بتاع العيان، وهنا شمال العيان. مثلا لو في مشكلة في السيريبرال هيمسفير هنلاقيها بتظهر في الأجزاء اللي فوق دي بس، مش هتظهر تحت لأن هي موجودة فوق في الجمجمة من فوق شوية، فهتظهر في الأماكن اللي فوق دي. لو عندنا مشكلة تحت شوية مثلا عند السيريبيلم هنلاقيها بتظهر هنا مثلا، عشان هنا السيريبيلم، مش هتظهر فوق هنا. الفكرة إن على حسب المشكلة فين هتظهر معانا في السي تي في المقطع الفلاني بتاعها، أو في عدة مقاطع في المكان اللي هي فيه. ده برضو مثال كده بيعرفنا، يعني لو في مثلا ليجن في المنطقة دي ممكن هنا ما يبانش خالص في المقطع ده، حاجة بسيطة جدا، بعد كده يظهر أكتر يظهر أكتر، يبان أكتر في المقطعين دول، وبعدين يبدأ يصغر تاني لأن أساسه في المنطقة دي اللي هي في المنطقة دي. كمان لازم نعرف الألوان بتظهر إزاي في الأشعة المقطعية. دي حاجة اسمها هاونس فيلد يونتس، دي اللي بتبين لنا أو بتحدد لنا الألوان بتظهر إزاي في الأشعة المقطعية. يعني هنا البون بيكون ابيض لكنه مش ابيض جدا زي المعدن، لو معدن هنلاقيه ابيض جدا، اي حاجة معدن هنلاقيها ابيض جدا، اما البون ابيض بالدرجة دي. السوفت تيشو الانسجة بتاعت المخ بتكون اغمق، درجة اغمق. المية H2O او المية او الفلويد بتكون اغمق شوية من السوفت تيشو. الفات او الدهون اغمق اكتر في الحتة دي كده. لو في لانج يعني بتبقى اغمق اكتر، لو في اير او هواء بيكون اسود. فالخطوط العريضة اللي نعرفها ان الابيض عظم، الاسود هواء، الرمادي غالبا نسيج سوفت تيشو، وان المية اغمق شوية من النسيج. نعرف بس النقط دي كمثال كده يعني عشان بس نوضح الالوان مش اكتر. ان الابيض هنا احنا قلنا الابيض عظم بون، الرمادي ده سوفت تيشو او نسيج المخ، الاسود هنا اللي هو الفلويد اللي هو CSF، احنا قلنا الفلويد او المية بيكون اغمق من النسيج. لو في هواء بيكون اسود من كده كمان اكتر من كده، زي ما هيظهر في بعض المقاطع اللي هنشوفها بعد كده.
حضرتك عشان تعرف تقرأ أشعة مقطعية لازم نقول نبذة كده مختصرة عن الأناتومي أو التشريح بتاع الجمجمة والمخ طبعا. هنا مثلا دي السكالب، دي الجلد اللي بيكون فوق البون من فوق حوالين الجمجمة، جلد الرأس ده العظم سكال. بعد كده دول المننجيز أو اللي هما بيسموهم الأم القاسية، الأم العنكبوتية، الأم الحانية أو الحنون. ديورا ماتر طبقتين، أراكنويد ماتر طبقة واحدة، وهنا ده مسافة أو سبيس أو فراغ مهم جدا اللي هو السب أراكنويد سبيس. ده مهم جدا لأنه بيحصل فيه نزيف بنسميه سب أراكنويد هيموريدج، فده مهم جدا نعرف هو فين، هو بين الأراكنويد ماتر وبين البايا ماتر أو الأم الحنون. وده طبعا بقى النسيج بتاع المخ السيريبرال كورتكس. كمان لما نشوف المخ هنا، ده نموذج كده للمخ، دول السيريبرال تو سيريبرال هيموسفيرز، الاتنين اللي فوق دول اسمهم تو سيريبرال هيموسفيرز. اللي قدام ده الفرونتال لوب، واللي ورا ده اسمه بارايتال، وطبعا في هنا بينهم الفيشر ده اللي بيقسم التو سيريبرال هيموسفيرز، الفيشر ده او اللونجيتيودنال فيشر. هنا ده السنترال سالكس اللي بيفصل الفرونتال لوب عن البرايتال لوب اللي ورا، طبعا سواء في الناحية اليمين او في الناحية الشمال. هنا سالكس تاني اسمه لاترال سالكس اللي بيفصل التمبرال لوب، ده هنا كده اسمه التمبرال لوب، بيفصل بينه وبين الفرونتال والبرايتال لوب وبيسموه سيلفيان سالكس. واللي ورا ده طبعا اسمه اوكسيبيتال لوب او اللي هو الجزء الخلفي يعني او الفص الخلفي. ده كده هنا ده السيريبيلم، الجزء اللي تحت ده السيريبيلم. ده كده البرين ستيم اللي هو عبارة عن ميد برين بونز ميدالا اوبلونجاتا. اللي هنا ده اللي هو بالابيض اسمه كوربس كلوزم، وده اللاترال فينتريكل، ده مسافة كده او فراغ بيبقى جواها سي اس اف اسمه لاترال فينتريكل. هنا بيكون موجود سالاموس، وبعدين هنا الهايبوسالاموس، وبعدين دي البيتيوتري جلاند. وزي ما قلنا ان ده لاترال فينتريكل بيبقى جواها سي اس اف، المنطقه دي برضو جواها الثيرد فينتريكل وده بيبقى برضو جواها سي اس اف، وبعدين الفورس فينتريكل برضو جواها سي اس اف. وفي الفيديو ده بيورينا المقاطع اهو برضو حاجه توضيحيه اكتر شويه ان احنا لما بناخد المقطع بيبقى شكله ازاي. مثلا هناخد اول مقطع اهو بيطلع في الصوره بالشكل ده. فالاتنين اللي قدامنا دول السيريبرال هيموسفيرز، التو سيريبرال هيموسفيرز، ده طبعا السنترال سالكس اللي بيفصل الفرونتال لوب عن البرايتال لوب، ده طبعا اللينجيتيودينال فيشر اللي بيفصل التو هيموسفيرز عن بعض. هي دي فكرة المقاطع، يعني كل ما ناخد مقطع بالشكل ده بيظهر فيه حاجات معينة. هنا بيظهر الجزء اللي فوق من المخ، كل ما ننزل لتحت طبعا ده اللاترال فينتريكل ظهر اهو، كل ما ننزل لتحت بيظهر حاجات الموجودة في الجمجمة أو في المخ من تحت. طبعا أنا بمشي بسرعة لأن ده مش موضوعنا. مثلا في الجزء ده، ده التمبرال لوب ظهر تحت أهو، لأن بقينا في مستوى تحت عظام الأنف والحاجات دي ظهرت فبقينا تحت، فده التمبرال لوب والأوكسيبيتال ورا، والسيريبيلم بدأ يظهر هنا، وده البرين ستيم كمان بدأ يظهر هنا، السيريبيلم بقى واخد جزء كبير، ده بقايا التمبرال لوب وده برضو البرين ستيم. كل ما ننزل لتحت بتظهر المقاطع او الاشياء اللي تحت في المخ. في حاجه لازم ناخد بالنا منها، اللي هي في حاجه اسمها جري ماتر وحاجه اسمها وايت ماتر. الجري ماتر اللي هي غامقه هنا، والوايت ماتر اللي هي في الداخل. لازم لو الحاله بتاعت المخ طبيعيه لازم نقدر نفرق الجري ماتر من الوايت ماتر زي ما هو واضح كده في الصوره، لكن لو في مشكله في المخ ممكن ما نقدرش نفرقهم من بعض زي ما هنشوف بعد كده في الامثله اللي هنقولها. ده نظام الفنتريكلز اللي موجود في المخ اللي احنا شفناه هناك بس بصورة تانية او بشكل تاني. ده اللاترال فنتريكل متوصل بالثيرد فنتريكل، بعد كده بالفورس فنتريكل، وده جواه سي اس اف، عشان كده لما بناخد مقطع هنا كده بيظهر اسود، لان احنا قلنا ان المية او الفلويد بتظهر اسود شوية اغمق من السوفت تيشو. برضو ده مثال بيقولك ان احنا لو خدنا المقطع هنا كده فده اللي هيظهر في الصورة، يعني المقطع جاي هنا، تخيل ده البرين ستيم اللي هو هنا مثلا، ده الفرونتال لوب باين او واضح في الحتة دي فهو قدام واضح، مثلا ده السيريبيلم فهو هنا في الجزء ده، وهكذا. في حاجة اخيرة اسمها السيسترن، السيسترن دي فراغات
بين الأم العنكبوتية والأم الحنون، فراغات كده بتبقى بينهم وبيبقى جواها CSF. أشهرهم السوبرا سيلر سيسترن مثلا، كوادريجيمنال سيسترن، بري بونتاين سيسترن، انفرا بونتاين سيسترن، وفي غيرهم كتير، لكن احنا بندي فكرة بس. تجاويف بين طبقات المننجيز وبيبقى جواها CSF. كمان في حاجة عايزين نعرفها، في حاجة اسمها ويندو، يعني بيبقى في شكلين من السي تي او ممكن كذا شكل اكتر، يعني في طريقتين للسي تي. ممكن يجي لنا بالشكل ده كده، ده اسمه برين ويندو. البرين ويندو بيكون مركز اكتر على السوفت تيشو، فاقدر اشوف بيه المخ كويس واقدر اشوف اي حاجة جواه. لكن في حاجة مثلا اسمها بون ويندو، نافذة العظام، بتبقى مركزة اكتر على العظام زي كده عشان اركز على العظام، لكن لو بصيت على المخ مش هقدر اشوف حاجة لان دي اسمها بون ويندو. في حاجات تانية زي سوفت تيشو ويندو، وفي ويندوهات تانية، لكن اهمهم هو البون ويندو اللي بيركز فيها على العظام عشان اقدر اشوف الديفكت اللي موجود في العظام او الكسر زي كده مثلا، او البرين ويندو اللي هي الصورة العادية اللي احنا بنتكلم عنها دايما. ده مثال كده مثلا بيبين لك ان ده البرين ويندو او المنفذ او الصورة يعني اللي بتبين المخ، ودي البون ويندو اللي بتبين العظم. فالبون ويندو هنا مبين الفراكشر بشكل كويس، لكن هنا مش باين لان اصلا في هنا تجمع دموي، والبون هنا مش موضح تفاصيله بشكل كويس، فالفراكشر اللي في البون هنا مش واضح في الصورة دي في الويندو دي. عشان كده الويندو بتاعت البون مهمة جدا وبينت لنا الفراكشر او الكسر اللي موجود في الجمجمة، وطبعا دي مهمة برضو عشان وضحت لنا النزيف اللي موجود هنا والنزيف اللي موجود هنا زي ما هنقول بعد كده. ففكرة الويندو نبقى عارفينها، في برين ويندو وفي بون ويندو. عموما احنا لما نيجي بقى نبص على سي تي بتاع عيان، وطبعا احنا خدنا هيستوري كويس من العيان، بنبص اول حاجة على البون العظام، نشوف فيه اي فراكشر ولا لا، زي ما هندي امثله بعد كده، وزي المثال ده مثلا اللي فيه فراكشر هنا في السكال. وبنبص على البرين تيشو ونشوف هل فيه هيموريج ولا لا، زي مثلا الهيموريج اللي هنا، وده موجود في الفنتريكل. احنا قلنا الاسود ده فنتريكل، لاترال فنتريكل، جواه حته بيضة، ده هيموريج. في قاعده نعرفها، الدم بيبان ابيض في البدايه، لكن مع الوقت، يعني مثلا دي ابيديورال هيماتوما مثلا، وهنعرف ازاي بعد كده ان هي ابيديورال هيماتوما، في الحالة الاكيوت بتبقى بيضة، بعد اسبوع او اتنين لما تبقى صاب اكيوت يبدأ لونها يبقى شبه لون البرين، بعد كده تبقى هايبودنس ويبقى لونها اسود اكتر من لون البرين لما تبقى كرونيك او تبقى اولد هيماتوما. دي قاعدة لازم نعرفها، الدم بيبدأ ابيض، بعد اسبوع او اتنين ياخد نفس لون البرين، بعد كده يبدا يحصل له اورجانيزيشن بشكل اكتر ويبقى لونه اغمق او اسود من البرين. طبعا لازم نبص على الفنتريكل، نبص على الخط اللي بيقسم التو هيمسفيرز، نشوف هل في ديفيشن، هل في كومبريشن، هل متحرك من مكانه، في حاجه ضغطه الناحيه دي او حاجه ضغطه الناحيه دي، بنسميه ميد لاين شيفت، هل في ميد لاين شيفت ولا لا، هل في جلطات اي حته هايبودنس اريا ولا لا، زي ما هنشوف بعد كده، والفنتريكلز اخبارها ايه، ونشوف مع بعض نبدا الامثله. نبدا اولا بحالات النزيف. واحد عيان جالك قالك انا اتخبطت في السلم، انا وقعت من على الدور الاولاني، انا عربيه خبطته، في مش عارف ايه، يعني في هيت تروما. فالعيان ممكن يجيلك بشكل من هذه الاشكال، اولا اللي على الشمال خالص دي واللي على اليمين خالص لازم نعرف نفرق بينهم، لان دول موضع اسئله كتير ولازم نعرفهم. اللي هنا دي اسمها ابيديورال هيماتوما. الابيديورال هيماتوما ده دم، احنا قلنا دم لانه ابيض، بيبقى ليه علاقه بالبون اكتر وضاغط على المخ وعامل حاجه اسمها ميد لاين شيفت. الفنتريكل الليمب بتاعه اللي هنا ده ظاهر ومضغوط من فوق، اللي هنا مش ظاهر لانه مضغوط اصلا، يعني الدم اللي اتجمع في المنطقة الابيديورال اريا دي ضغط على المخ وعمل ميدلاين شيفت وضغط على الفنتريكل اللي هنا مش ظاهر والفنتريكل اللي هنا ظاهر. الابيديورال في حاجة مميزة ليها، ان هي بتبقى شبه عدسة العين، شكل العدسة لو احنا شايفين الشكل ده كده، ولو بصينا هنا كده ادي عدسة العين، هو بيبقى شبه عدسة العين، يعني محدب من الناحيتين، فده كده اسمه ابيديورال هيماتوما. لو بصينا الناحية التانية هنا هنلاقي النزيف ده واخد شبه الهلال او شبه الخنجر زي ما بيقولوا، ودي حالة سب ديورال هيماتوما،
السبديورال هيماتوما بيبقى بالشكل ده كده، تحس ان السطح الداخلي بتاعه مقعر مش محدب بالشكل ده. فده الفرق بين الابيديورال والسبديورال، وده موضوع مهم جدا. وطبعا هو فيه هنا ميد لاين شيفت برضو، لو بصينا على السلكس ده كده او الفشر ده هنلاقيه جاي الناحيه دي، لكن هو مش واضح قوي، لكن فيه ميد لاين شيفت وفي كومبريشن، ودي اكيوت. الحالتين دول اكيوت يعني لسه حاده، لان الدم قلنا ايه ابيض. لو جينا بصينا هنا، دي مثلا دي كانت برضو سب ديورال هيماتوما زي ما احنا قلنا، مقعره من الداخل اهي، سب ديورال هيماتوما، لكن لونها اسود. لونها اسود معناها اولد او كرونيك، لكن لو كان لونها ابيض هيبقى معناها اكيوت. ومع انها اولد او كرونيك لكن حجمها كبير وما زال مسبب ضغط وعامل كومبريشن وعامل ميد لاين شيفت وضاغط على الفنتريكل اللي هنا مش واضح والفنتريكل اللي هنا واضح، فدي حالة اولد سبديورال هيماتوما. هنا برضو بيعرفك ان دي برضو ادي الابيديورال شبه اللينس اهي، شبه عدسة العين، ابيديورال هيماتوما، لكن لونها الى حد ما يعني ايزودنس، شبه شوية النسيج بتاع المخ، فدي غالبا سب اكيوت او اولد ابيديورال هيماتوما. هنا برضو دي سب ديورال هيماتوما لان دي مقعرة من الداخل اهي شبه الهلال اكتر، فدي سب ديورال هيماتوما، لكن اللون بتاعها اغمق من اللون بتاع البرين، عشان كده دي اولد اولد قديمة سب ديورال هيماتوما. هنا برضو نفس الكلام لكن بشكل مختلف شوية، دي الى حد ما اولد سب ديورال هيماتوما، لكن بدأ يجي لها نزيف جديد. الابيض ده نزيف جديد اكيوت، يعني دي حالة اكيوت اون كرونيك، يعني كانت في واحدة قديمة وجالها واحدة جديدة. الراجل غالبا ده بيبقى في كبار السن، اتخبط مرة زمان حصل له هيماتوما، وبعد ما بقت اورجانيزد ولونها بقى اسود اتخبط مرة تانية او حتى من غير خبط احيانا وحصل له نزيف جديد سب ديورال هيماتوما جديدة وزادت في الحجم وبقت بالشكل ده. فدي كده اكيوت اون كرونيك، او يعني نقول ان هما اتنين، واحدة اكيوت واحدة كرونيك سب ديورال هيماتوما. فنرجع لصورتنا الاساسية اللي كنا بنشرح فيها، فطبعا دي خلاص ابيديورال هيماتوما اكيوت، دي سب ديورال هيماتوما اكيوت. هنا بقى السبيسز او السب اراكنويد سبيسز، المفروض الفراغات اللي في النص دي تكون سودة لان فيها سي اس اف، لكن لو بصينا هنا نلاقي شكل العنكبوت ده بقى ابيض. ليه بقى؟ لان بقى جواه بلد، فدي حالة سب اراكنويد هيموريدج. سب اراكنويد هيموريدج معناها نزيف في السب اراكنويد سبيس. تقول لي ايه السب اراكنويد سبيس؟ اقول لك ركز معايا، السب اراكنويد سبيس اهو اللي احنا قلنا عليه. تقول لي طب ده ظاهر جوه المخ؟ اقول لك ما هو عامل انفاجينيشن او داخل كده جوه المخ في اماكن ولافف حوالين الجمجمه من تحت وبتاع، فبيظهر عادي جوه المخ في اماكن تانية. فدي كده حاله سب اراكنويد هيموريدج. والسب اراكنويد هيموريدج ممكن يكون العيان مفيش تروما ولا حاجة، لكنه عيان مثلا عنده ارتفاع شديد في ضغط الدم، عيان عنده مثلا ارتيريو فينوس مال فورميشن وفرقع، عنده انيوريزم وفرقع، والعيان غالبا في الحالة دي بيجي بسيفير هيدك. الحاجة اللي بتميزه ان عيان كان قاعد في امان الله جاله سيفير هيدك، يقول لك اكتر هيدك اكتر صداع شفته في حياتي، عشان كده احنا قلنا السي تي ممكن نعمله في حالات الصداع الشديد. اما لو جينا نبص بقى على الصورة دي، فاحنا هنلاقي فيه دم برضو ابيض، لكنه ملوش علاقة بالبوم بقى زي الاتنين اللي احنا قلنا عليهم قبل كده، الابيديورال والسبديورال. ده جوه البرين تيشو، فده انترا سيريبرال هيموريدج، وطبعا بيبقى حواليه اديما كده، الحتة السودة دي معناها اديما، اديما حوالين الانترا سيريبرال هيموريدج، وطبعا اكيوت برضو بعد فترة لو العيان عاش يعني، والدم ده حصل له اورجانيزيشن بيتحول لونه للون شبه هذا النسيج، بعد كده لما يبقى اولد يبقى لونه اسود او اغمق من هذا النسيج. ده مثال تاني برضو بيبين لنا الانترا سيريبرال هيموريدج، زي ما احنا شايفين في دم الابيض ده احنا قلنا ان هو دم وملوش علاقة بالبون، فهو مش ابيديورال ولا سبديورال ولا ليه دعوة بالسب اراكنويد سبيس ولا حاجة، وهو انترا سيريبرال هيموريدج. في الصورتين دول، الصورة اللي على اليمين دي نفس النظام، ده انترا سيريبرال هيموريدج وحواليه اديما، الحتة السودة دي
إديمة وعامل midline shift، عامل compression وعامل ضغط على النسيج بتاع المخ ومخليه يروح الناحية التانية midline shift. هنا بقى في هيموريج برضو لكنه intraventricular hemorrhage جوه الفنتريكلز. الفنتريكلز اللي هي السودة اللي هي جواها المفروض يكون CSF برضو، جواها بلاد اهو زي ما احنا شايفين، وده intracerebral، غالبا intracerebral hemorrhage. يعني هنا intracerebral hemorrhage ده في المخ، واللي جوه الفنتريكل اسمه intraventricular hemorrhage اللي هو ده. دي صورة تانية برضو لو بصينا عليها هنلاقي في ابيض هنا، والابيض قلنا معناه دم، وهو هنا في منطقة السيريبيلم. احنا قلنا ده قدام الامام وهنا الخلف، والخلف في المنطقة دي فيها السيريبيلم وجواها هيموريج لونه ابيض معناها اكيوت. دلوقتي بعد كده نتكلم على الانفاركشن. انفاركشن او برين انفاركشن معناها جزء مات من المخ مش هيموريج. يعني في مثلا شريان بيغذي المنطقة دي زي ما احنا شايفين، والشريان اتقفل، فلما اتقفل المنطقة دي حصل فيها نيكروزيس وماتت وحصل فيها سيل ديس فظهر لونها اسود. فده الفرق بين الانفاركشن وبين الهيموريج او البليدنج. تقول العيان عنده جلطة ولا عنده نزيف في المخ؟ لو لقيت الصورة سودة كده دي جلطة. طبعا الهيستوري مهم عشان ما تقولش ان ده كان نزيف قديم وبعدين حصل له اورجنايزيشن. احنا بنتكلم الهيستوري مهم جدا، وكمان الجلطة بتبقى واخدة ديستريبيوشن بتاع ارتري معين. يعني في ارتري بيغذي المنطقة دي، وعشان كده لما اتقفل الارتري من اساسه من بدايته حصل اسكيميا وحصل الانفاركشن في المنطقة دي، فده انفاركشن او جلطة في المخ. في هنا معلومة مهمة لازم نعرفها، ان العيان اللي عنده جلطة احيانا اعمل له اشعة مقطعية على المخ في اول 24 ساعة ممكن ما يظهرش الجلطة عادي جدا، ممكن بعد كده اعيد له الاشعة بعد 24 ساعة تظهر. احنا احيانا بيكون الهدف من الاشعة المقطعية هو استبعاد النزيف وليس اثبات الجلطة. عشان استبعد النزيف عشان ابدأ اديله الـ TPA او المادة اللي بتدوب الجلطة، حتى لو انا مش شايف الجلطة بشكل كويس، لان الجلطة ممكن ما تبانش غير بعد 24 ساعة. ده مثال كده بيعرفك، بيقولك ان ده اشعة مقطعية اتعملت لعيان بعد ساعتين. لو بصيت ممكن ما تقدرش تطلع اي حاجة وتقول ان العيان ده نورمال طبيعي، لكن بعد 24 ساعة لنفس العيان لما عيدنا السي تي ظهر بقى الانفاركشن في المنطقة دي، الحتة السودة دي كلها زي ما احنا شايفين لونها بقى غامق عشان دي انفاركشن او جلطة. لو كانت دم او نزيف كان هيبقى لونها ابيض، ودي الفكرة اللي احنا عايزين نوصلها، ممكن الجلطة ما تظهرش في اول 24 ساعة. هنا دي جلطة برضو في الانتيريور سيركيوليشن، الدورة الدموية اللي قدام في المخ، المنطقة دي يعني حصل فيها جلطة فظهرت بالشكل الاسود ده زي ما احنا قلنا. هنا البوستيرور اريا اللي حصل فيها الجلطة، المخ كله لون واحد اهو، لكن نيجي على المنطقة دي نلاقيها بقى لونها اسود وهي دي الجلطة ظهرت في هذا الشكل. طبعا انا جايب صور مختلفة عشان نعرف كذا شكل لاشكال الجلطة والنزيف. هنا كده بالمناسبة جت الصورة دي اللي احنا كنا بنقول عليها في الاول. لو سألتك بقى قلت لك هو ده ايبيديورال ولا سبديورال هيموريج؟ طبعا هي ايبيديورال، طبعا هي مكتوبة بس هي ايبيديورال. ليه بقى؟ لان هي شبه اللينس، قلنا لينس شيبد محدبة من الجانبين وليها علاقة بالبون، هي مش جوه نسيج المخ، هي ليها علاقة بالبون اكتر. وهنا في intraventricular hemorrhage في ابيض اهو جوه الفنتريكلز، وده طبعا كان نتيجة تروما، والفراكشر في البون مش ظاهر في الويندو دي، وعشان كده لما نبص على البون ويندو نشوف ان الفراكشر هنا واضح اهو، discontinuation للبون في هنا فراكشر. ده هنا كده مثال تاني برضو بيعرفنا الويندو دي فايدتها ايه. هنا ده في حاجة دخلت في الراس ومش عارف مخبوط ببلطة ولا مخبوط بطلقة ولا مخبوط بايه، وضغطت عليه وعملت depressed fracture. depressed fracture معناها كسر في الجمجمة وداخل لجوه depressed. هنا ده البرين ويندو، فالبرين ويندو بيبين البرين او المخ بشكل افضل، لكن البون اي نعم هو طبعا واضح لكن انت مش عارف التفاصيل قوي. شوف الحتة دي مثلا مش باينة قوي، عشان كده لما تبص بقى على البون ويندو يظهر كويس الديفكت ويظهر الكسر بتاع البون. ده برضو الفكرة في البون ويندو والبرين ويندو. وطبعا في كمية دم ففي شوية بليدنج او هيموريج جوه.
دي صورة تانية برضو كمثال للسبديورال هيماتوما، وطبعا هي كرونيك، احنا قلنا لو كانت حادة او اكيوت كانت هتبقى بيضة. تقول لي هي دي شبه اللينس ولا شبه الهلال؟ لا طبعا هي شبه الهلال اكتر، لان انت خدتها من اولها كده تلاقيها ماشيه كده كده كده. هي دي اي نعم محدبه شويه، لكن في العموم هي مقعره كده واصله لحد هنا كده، فدي سب ديورال هيماتوما كورونيك او مزمنه. هنا برضو نفس الموضوع، ده ديبريزد فراكشر، واحد خد تروما، هيت تروما مخبوط في راسه. فهنا البون لو جيت تبص على البون ما انتش عارف هو في هنا بون ولا في هنا بون ولا البون اني واحد فيهم، لان دي اصلا البرين ويندو بتبين السوفت تيشو كويس اللي جوه البرين. فلما تيجي تبص على البون ويندو تلاقي ان الحته دي ما فيهاش بون اصلا، والبون كله دخل لجوه بالشكل ده، فده ديبريست فراكشر، يعني كسر في الجمجمه وداخل لجوه. دي فايده البون ويندو، هنا ما فيش بون، البون مش هنا، البون دخل جوه، لكن لو بصيت هنا ممكن تتلخبط وتقول في بون هنا. برضو دي حاجه تانية بتورينا الفرق بين الهيموريدج والانفاركشن، يعني الفرق بين النزيف وبين الجلطة. طبعا خلاص الفرق بقى واضح، ده ابيض يعني بلد يعني نزيف وعامل كومبريشن، ده اسود يعني انفاركشن، ودي لارج اريا انفاركشن كبير جدا اهو زي ما احنا شايفين، وده انترا سيريبرال هيموريدج، ده بيبقى هايبر دنس وده بيبقى هايبو دنس. نفس الكلام الصورة دي برضو، دي صورة سيريبرال انفاركشن، دي جلطة زي ما احنا شايفين حدودها اهي، وهي هايبو دنس لونها اسود. لو كان لونها ابيض كنا هنقول هايبر دنس اريا، لكن دي هايبو دنس اريا، ودي برضو سيريبرال انفاركشن. دي صورة تانية للسب اراكنويد هيموريدج. لو فاكر احنا قلنا ادي شكل العنكبوت ده الابيض اللي جوه ده المفروض يبقى اسود، فهنا لونه ابيض عشان فيه هيموريدج، ده سب اراكنويد هيموريدج. فدي صورة تانية برضو للسب اراكنويد هيموريدج، بص كده برضو نلاقي الابيض ده اللي شبه العنكبوت ده المفروض يكون لونه اسود، لكن هنا ابيض لان فيه هيموريدج، فده سب اراكنويد هيموريدج. لما بيحصل هيت تروما، عيان في حادثة او اتخبط في راسه باي آلة حادة او حاجة، ففي ممكن يحصل حاجة اسمها سكال بيز فراكشر. سكال بيز فراكشر يعني كسر في قاع الجمجمة. ده بيظهر ازاي في السي تي؟ ممكن مثلا هنا دي الماستويد في الناحيتين، ماستويد بون المفروض جواها فراغات، جواها هواء اسود زي ما احنا شايفين الناحية دي جواها هواء اسود، لكن لو بصيت للناحية دي نلاقي ان جواها لون رمادي، ده عبارة عن دم او فلويد يعني، وما بقاش اسود زي ده، فده دليل ان في فراكشر وان سائل سي اس اف او ما شابه دخل في هذه الفراغات فملاها، فده دليل على سكال بيز فراكشر او كسر في قاع الجمجمة. دي احد الصور. كسر في قاع الجمجمة انت اساسا بتشك فيه امتى؟ امتى تقول يعني العيان ده انا شاكك ان عنده كسر في قاع الجمجمة؟ لو عنده راكون ايز، حيوان الراكون بيبقى عينيه كده ليها لونين تقريبا زي الباندا او حاجه، فلو لقيت مثلا في زرقان حوالين عينيه الاتنين بالشكل ده تشك ان هو عنده كسر في قاع الجمجمه. باتل ساين، لو لقيت زرقان ورا ودنه بالشكل ده كده فبرضه تشك ان عنده كسر في قاع الجمجمه. كمان لو بينزل دم من ودنه مثلا، او لو في دم ورا الطبله بتاعه ودنه، او لو بينزل سائل شفاف من ودنه سي اس اف او من مناخيره او دم من مناخيره، في الحالات دي كلها بتشك في كسر في قاع الجمجمه. فبالسي تي طبعا كده كده انت تقريبا اي عيان هيت روما بتعمل له سي تي، فزي ما قلنا ممكن يظهر مثلا بالشكل ده الماستويد، بدل ما هي اسمها ايريتد يعني فيها اير او هواء، لا نلاقي جواها فلويد، فده دليل على كسر في قاع الجمجمه. ده مثال اخر على التمبرال بون، برضو ده كسر في قاع الجمجمة. برضو لو بصيت هنا نلاقي ان البون الاير اللي جوه البون هنا كله اسود، لكن لو جينا نبص هنا نلاقي ان فيه برضو فلويد ظهر في هذه المناطق، فعشان كده ده كسر في قاع الجمجمة. وكمان السهم هنا بيشاور طبعا على كسر هنا في المنطقة دي، فده برضو سكال بيز فراكشر. لكن هنا لو بصيت ده مش كسر، دي السوتشرز العادية بتاعت السكال، ونعرفها ازاي هل ده كسر ولا السوتشرز العادية او الشقوق العادية اللي بتكون موجودة في الجمجمة؟ السوتشرز العادية بيبقى ليها كورتكس، بتبقى من هنا زي ما انت شايف ليها ابيض
تحس ان هي البون كامل ومبيض من هنا، والتاني ده برضو كامل ومبيض، لكن هنا مفيش الكلام ده، هنا في فراكشر في النص بدون اي تحضير، لكن هنا تحس ان هما اتنين بونز ولحمين في بعض، ده اند ليها اند من هنا ودي ليها اند من هنا. لكن اللي بيميز اكتر السكال بيس فراكشر اللي احنا قلناه، المناطق اللي هي ايريتد اللي المفروض جواها هوا بيبقى فيها فلويد. لو جينا بقى نبص على حاجة اسمها Space Occupying Lesions، هي طبعا دي مش طوارئ، يعني غالبا مش هتبقى طوارئ، عيان مثلا عنده ورم في المخ او عيان عنده أبسز او خراج في المخ، غالبا ده مش هيبقى طوارئ، لكن ممكن يجي معاك بالصدفة او مثلا يحصل مشكلة في هذا التيومر فتيجي تعمل له اشعة مقطعية في المخ فيظهر، فكده كده تبقى عارف. فدي Well Circumscribed Dimas، هي كتلة هي محددة جدا وحدودها واضحة وظاهرة، هايبر دنس ممكن يكون فيها كالسيفيكيشن او حاجة، وحواليها حتة سودة اللي هي برين اديما، فدي حالة برين تيومر. لو جينا نبص على الصورة دي مثلا، الصورة دي من غير كونتراست ما فيهاش صبغة لسه، دي بالكونتراست، فهنلاقي ان في هنا ماس برضو شكلها مش كويس كده وغريب، وبرضو حواليها اريا كده اديمة، فالماس دي لما عملنا الكونتراست خدت الصبغة بالشكل ده، فدي برين ابسس او خراج داخل البرين او داخل المخ. نفس النظام هنا برضو دي الابسس، وطبعا هي واخدة كده عاملة شبه الرينج شبه الخاتم، فدي برضو واخدة اللون بالصبغة فطلع بالشكل ده، فده برضو خراج داخل البرين او برين ابسس. لو بصينا في الصورتين دول هنلاقي برضو نفس الموضوع، ادي ابسس وواخدة الصبغة بالشكل ده، وهنا الصورة بعد ما عملوا لها اسبيريشن، بعد ما شفطوا الفلويد اللي جواها بقت الصورة بالشكل ده. برضو دي صورة تانية بتورينا في هنا الليجن اهو، برضو ويل سيركمسكرايبد وحواليه اديمة، ده برضو برين تيومر ورم داخل المخ. طبعا لو لاحظنا هنا دي الجراي ماتر ودي الوايت ماتر، عشان نبقى عارفين بالمرة الجراي ماتر والوايت ماتر. لو في اي جسم غريب داخل المخ زي مثلا طلقة او رصاصة يعني، او مثلا مسمار او اي حاجة دخلت المخ، فطبعا هتظهر في السي تي. كمثال مثلا يعني ده كده واحد واخد رصاصة في المخ، ده المسار بتاع الرصاصة، وطبعا عمل دامج او عمل تهتك في انسجة المخ، وكمان الحتة البيضة جدا دي معدن، فدي اجزاء من الرصاصة اتكسرت جوه المخ، والابيض العادي ده بلد، وطبعا كسرت هنا كسر وهنا كسر، والسوفت تيشو هنا فيه بلد كوليكشن او تجمع دموي في السوفت تيشو تحت الجلد من الناحية دي ومن الناحية دي، وده مسار الطلقة، وهكذا. دي كده كانت أمثلة كده سريعة لمعظم حالات الطوارئ اللي احنا بنشوفها. أهم حاجة نعرف الفرق بين الهيموريج وبين الانفاركشن، ونعرف الفرق بين الابيديورال سبديورال سب أراكنويد هيموريج، ونعرف الاستروك زي ما اتكلمنا. في ملحوظة أخيرة، إن أحيانا السي تي يطلع نورمال في بعض حالات السب أراكنويد هيموريج للأسف، يعني يبقى العيان عنده سب أراكنويد هيموريج ونيجي نعمل له السي تي يطلع نورمال، لكن دي حالات قليلة. وزي ما قلنا حالات الانفاركشن ممكن في اول 24 ساعة تطلع نورمال. ملحوظة اخيرة، سواء كان انفاركشن او كان هيموريج او نزيف، الحالتين دول اسمهم ستروك. العيال لما يقولك عنده ستروك معناه يا اما نزيف يا اما انفاركشن. وفي النهاية احب اشكركم، اشتركوا في القناة واعمل لايك وشير. شكرا لحضراتكم.